مستخدم متواجد اليوم داخل مسجد الخمسيه الشرقيه جهداء واجد العزاء والفنان محمد اشرف النتيجي، كان متواجد منذ قريب والفنان محمد رياض، عدد كبير من النجوم كانوا متواجدين اليوم، يعني كان رحل عن دنيانا بعد صراع طويل مع المرض واجد الاعلامي ايهاب الخطيب. كابتن ايمن الكاشف المعرق الرياضي المعروف هو الان يعني داخل مسجد الحمديه الشاذليه لاداء واجب العزاء، يعني بنتكلم عن عدد كبير من نجوم الكره، والان لحظه من مغادره لاعب كره القدم ونجم النادي الاهلي وليد سليمان ومحمد شاوي وحازم امام. ايضا كان متواجد منذ قريب كابتن ثروت